الصلقلقي ياسر الخبيث يعترف بعبادته للكواكب والنجوم وأمور السحر والشعوذة. انتقل الصلقلقي ياسر الخبيث من عبادة الهياكل العظمية ودعوة أتباعه إليها إلى عبادة الكواكب والنجوم والسحر والشعوذة. هؤلاء يريدون نبي الله إبراهيم كما دعا أجدادهم من قبل عبادة الكواكب والنجوم، ونبي الله موسى كما دعا سحرة فرعون. فالمشاهد إمام الجواد عليه الصلاة والسلام، وأنه لماذا لا يشد في أيام يعني وجود القمر في برج العقرب، وكذلك مثلا إيقاع عقد الزواج اللي بعض الروايات تقول أنه ليوقع عقد الزواج في والقمر في العقرب لم يرى خيرا أبدا، اللي بعض الروايات تقول أنه ليوقع عقد الزواج في والقمر في العقرب لم يرى خيرا أبدا. هل تعلمون ما هو الحرز الذي يدعو هذا الصلقلقي أتباعه إليه؟ ندخل الآن إلى موقعه، وسأضع لكم الرابط في في أسفل الفيديو لتعلموا بحقيقة سحر وشعوذة الصلقلقي ياسر الخبيث. ندخل إلى الموقع كما ترون معي، وهذا سؤال من امرأة، وننزل في الأسفل لنرى أنه يوصيها بهذا الحرز. انظروا معي، ألف لام ح واحد 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 ثمانية تسع ون وعين، أعوذ بالله. انظروا إلى الطلاسم السحرية والشعوذة في السورة الأولى، وأيضا التي في تحتها يوصي الصلقلقي ياسر الخبيث أتباعه بأن يتمسكوا بهذه الطلاسم السحرية الشيطانية، ويزعم أنها لآل البيت. ثم ننظر نرى كما ترون مكتوب الآن جيم ثلاثة، ينبغي إدامة شد الحرز على العضد الأيمن للطفل، وجيم أربعة، ابقي الحرز مشدود على الدوام هذا السحر وهذه الطلاسم حتى يتخلص الطفل من الحالة الحرجة. مكتب الصلقلقي بلندن، طبعا لابد أن يكتب مكتب الصلقلقي بلندن حتى يتهرب بعد ذلك ويقول ده المكتب، وهو الذي يكتب هذا بنفسه أو يفتي بهذا. طيب، ما العلة أيها الصلقلقي من هذه الطلاسم؟ وما العلة من عدم جماع الرجل زوجته والقمر في برج العقرب كما تقولون؟ هل تعلمون ما العلة؟ نشاهد الإجابة. نحن الآن نعترف، نقول لم نفطن إلى علة النهي عن إيقاع العقد عقد النكاح في والقمر في العقرب، أو على شد حرز الجواد عليه السلام على العضد، حرز الجواد عليه السلام على العضد والقمر في العقرب، ونحو ذلك مما أنبأتنا به الشريعة وعلمنا إياه أئمتنا الأطهار عليهم السلام. العلة لا أدري، العلة ليست معروفة. يأمرهم بالسحر والدجل والشعوذة ويخاطب عقولهم بأنه لا يدري. يا عقلاء الشيعة، أما أنا لكم أن تفيقوا من أيدي هذا الساحر الدجال عابد الكواكب والنجوم الصلقلقي ياسر الخبيث؟